بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم النهاردة عن مشكلة في الغسالة دايما غالب الناس بيقعوا فيها، اللي هي ان هو بيحط مسحوق كتير في الغسالة، اللي مما يؤدي لايه، لان الدرج اصلا ما اتقفلش كويس زي ما احنا شايفين كده، بقى الدرج مش عايز يتقفل. تمام، ده بسبب ايه؟ كتر المسحوق في الدرج. حتى نلاحظ، لو نلاحظ كده المسحوق عامل ازاي، ده كده كتر المسحوق، ده ما ينفعش. ده طبعا ده شيء سلبي، بيأثر ويعمل يعمل لي برومه كمان في جسم الغساله من جوه، لان طبعا ده بيبقى يعمل رطوبه. المسحوق اللي بيتكون بالطريقه دي يعني شرب ميه، بيعمل رطوبه يأثر لي على جسم الغساله الداخلي اللي هو المعدن بتاع الغساله. زائد لو نلاحظ كده الدرج من هنا كده عامل ازاي، ما شاء الله، يعني ايه، خيرات ربنا كتير. المسحوق بقى عامل زي اللزقه، عامل زي الامير بالظبط، بقى جامد جدا. ده اللي بيخلي الدرج اصلا ما اجي اقفله ما بيقفلش معايا كويس. هنعالج المشكله دي وقدر المستطاع بعد كده ما نكترش المسحوق في الايه، في الدرج. الدرج عامه بنحط فيه مسحوق، بنحط 3 ارباع الكميه في الجنب اللي هو الشمال ده اللي هو الكبير ده، ونحط ربع الكميه هنا. مش معنى كميه انا اجيب شكاره مثلا احطها في قلب الدرج، لا، ما ينفعش. الكميه بتاعتي مثلا بنجيب كوبايه شاي مثلا صغيره، بحط كوبايه 3 ارباع الكوبايه هنا وربع الكوبايه هنا، والاضافات هنا دوني، معطر، مليل، مرطب، اي اضافات ايا كان. طيب لو انا لقيت الكوبايه الهدوم بتطلع نظيفه قوي، المره اللي بعدها اخليها كوبايه الا ربع، يبقى 3 ارباع الكوبايه الا ربع هنا وربع الكوبايه الا ربع تبقى هنا. تمام، بقلل. لو النص كوبايته بينضف خلاص، هي الغساله من اقل اصلا المسحوق بتنضف، فمش لازم اكتر المسحوق. ده بالنسبه ايه للمسحوق بتاعنا. هننضف الدرج بتاعنا دلوقتي ان شاء الله. هنشيل الايه، الدرج بتاعنا من البوشه اهو بتاعها، رمت الصبع اهي، طبعا بتنزل الشفه دي لتحت. طبعا زي ما احنا شايفين ما شاء الله، يعني خيرات ربنا كتير قوي في الدرج، ما شاء الله، يعني جميل، درج ممتاز. طبعا ده كله لازم ينضف عشان ايه، الدرج برضه يقفل كويس. الاول هننضف الدرج بتاعنا في الكل الاول. زي ما احنا شايفين كده الدرج، زي ما احنا شايفين نفك ونطلع بيه الرواسب. طبعا احنا فينا ان احنا نوصل لحاجه زي كده، بس احنا دلوقتي كده مضطرين، دلوقتي احنا لازم ننضفه بالراحه كده، ننضفه عشان برضه ما نكسرش حاجه. طبعا الكلام ده لو بتنضف اول باول مش هنوصل ان هو يبقى جامد قوي. طبعا عذاب، عذاب في تنظيف الدرج بالمنظر دي، بيبقى عامل زي الامير. مش عايزين نوصل للمرحله دي، عدم وصولنا للمرحله دي ان احنا ننضف الدرج اول باول، كل شهر كده ولا حاجه نطلعه وننضفه، عشان ما نوصلش للمرحله اللي احنا فيها دلوقتي. ده بقى نجيب على ميه كده، برضه كان مسحوق عندي جامد، تاني جامد. طبعا زي ما احنا شايفين المسحوق اهون ماشي. مش لازم الدرج ينتهي على اخره، مش لازم. شايف المسحوق طبعا بنفك
ظهر الغسالة عشان نوصل للأساس. كل ده عشان مسحوق، كل ده بنعمله عشان مسحوق. دول المسمارين بتوع الدرج رجل الأسواق. طبعا الدرج ده كان ممكن يجي في وقت من الأوقات ما يفكش أصلا بسبب كتر المسحوق، برضه يلزق في بعضه ما يفكش. الغسالة طبعا مسحوق عامل ازاي، ده كله ست كتر المسحوق جمد. خلي البانل نفسه مبقاش قافل على الغسالة كويس، مبقاش مرتاح مع الغسالة. ده بقى النهارده اللي فوق الدرج كل ده مسح. نعمل زي الأمير. طبعا الموضوع اتطور معانا خالص اهوت، طبعا كتر المسحوق خلانا نفك الدرج خالص. لازم نخرج الدرج بره عشان نقدر نتعامل مع المشكلة. كل ده بسبب كتر المسحوق. كده طلعنا الدرج بتاعنا، هنبدأ بقى ايه نغسل الدرج بتاعنا على الخرطوم. وصلنا الدرج من بعض ولازم نغسله من بعض عشان نقدر ننضفه كويس. نبدأ نغسله اول احنا شايفين كل ده بسبب المسحوق. كل اللي احنا كده دلوقتي ده بسبب المسحوق، بسبب كتر المسحوق، مش بسبب المسحوق بس، يعني كتر المسحوق. احنا بنحط مسحوق عالي بحكمة كده مش هنوصل معاهم. ودايما لما كنت بشرح الغسالة نبه دايما يا جماعة ما نكترش المسحوق، مش كل المسحوق اللي بينضف الملابس، لا بالعكس، ده كل ما بكتر المسحوق أصلا بيعمل لي إيه مشاكل تانية في الملابس، يديني مثلا بقع تانية خالص في الملابس.
طبعا دول لو ما كانش يشيل منه الحاجات دي ما كانش اصلا هيركب كويس، ما كانش هيقفل ازاي؟ لان ده كله عشان الدرج يقفل كويس. ده كان عقبه يقفل ازاي؟ كده قفلنا الدرج على بعض اهوت، هنبدأ بقى نركبه على السلك. طبعا الدرج اهو زي ما احنا شايفين ركبناه، ركبنا الفاز بتاعه، طبعا الدرج بقى نضيف خالص اهوت. هنبدأ بقى نركب ايه البانل بتاع البوردة زي ما احنا شايفين كده في المانيوال بتاعه. هنبدأ نجيب المسامير بتاعتنا. هو اطول مسمارين اتنين اللي هما بتوع الدرج، المسمارين دول دايما بيبقوا مسامير نيكل، مسمار الدرج ومسمار اللوك بيبقى نيكل، بس مسمار اللوك يبقى قصير، مسمار الدرج يبقى طويل. طبعا المسمارين الاتنين دول ملهمش سن اصلا، وهو لونهم معروف وشكلهم اصلا معروف يعني. نقفل المسمار بتاعتنا. طبعا الدرج بتاعنا ده اصلا ما كانش بيقفل خالص نهائي، في عنده مسمار طبعا بيتركب ورا في الظهر، في مسمار عنده اهو اللي هو بيربط الكارت من ورا ومسمار واحد بس في الجزء ده، وبجيب السلك الرباط بتاعي طبعا زي ما انتم شايفين في لزقه بيضاء دي، بجيب سلك الرباط لازقه بيضاء وبربط الخرطوم بتاع بتاع الرشاش بتاعنا تمام. بشيل حاجة طبعا ما نسيبش المفكات هنا زي ما زي الناس اللي بتسيب المشط في بطن العيان يعمل لنا مشكلة بعد كده. هنجيب بقى الدرج بتاعنا ونقفله. بسم الله كده الحمد لله. ايه الدرج بتاعنا زي ما احنا شايفين كده الدرج قفل، لان هي زي ما احنا شايفين كده كده الدنيا كده زي الفل تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.